ولا هحتاج منك راس مال ولا هحتاج منك خبرة، كل اللي انا هحتاجه من وقتكم 3 دقايق وانت قاعد مكانك مش بتتحرك. هتتفرجوا على فواصل اعلانات. مش تقولي كده من بدري. الاعلان ما بيتعداش ال 30 ثانية، كل 30 ثانية عليها 2.5 دولار، 250 نقطة هتحولهم ل 2.5 دولار. يعني اتفرج دقيقة اكسب 5 دولار؟ لا كملني. شوف بقى كل 250 نقطة لما تجمعهم 2.5 دولار هتعد قد ايه. ده انا كده هبطل يوتيوب خالص. بس عندنا مشكلة بسيطة قوي. الحلو ما بيكملش. ان التطبيق ده للاندرويد بس. اهم مشكلة صحيح. ده دخل اضافي جنب وقتك الفاضي، يعني مش هتحتاج انك انت تسيب شغلك علشان. لو هاخد 2.5 دولار كل 30 ثانية اسيب ابوه. الوقت اللي انت قاعد فيه بتتفرج على فيديوهات وقاعد فاضي على الكنبة تقدر تستغله انك تتفرج برضو على فيديوهات، بس الفيديوهات دي فيها فواصل اعلانية محتاجين انك تشوف الفواصل الاعلانية. هسيب لكم اللينك في البايو تحت صورتي او هتلاقوه في اول كومنت. لايك وفولو واستنى تجربتي الفعلية على التطبيق. سلام.